بكل مراحل ذا فويس كيدز كنت مرتاحة يعني وأنا بغني، مفيش أي لحظة كنت مش مرتاحة فيها. أحلى ذكرى إن تامر اختارني في المربع، وقفنا جنب بعض، بعدين تامر اختار الأول نور، ولما اختار نور اتفاجئت وكنت قلت خلاص بقى كده، طالما اختار نور ممكن اختار أي حد تاني، بس مش معقول اختار بنتين، قلت يا أنا يا جاد ممكن، والحمد لله اختار. أشرقة أكتر لحظة دق فيها قلبي بسرعة اللي هي في مرحلة الصوت، وبس لما كان المدربين التلاتة قعدت ساعة يعني كتير كان قلبي بيدق وأنا بختارهم، محتارة مين أختار، وفي الآخر اخترت تامر. أحلى حاجة في ذا فويس كيدز إني اتعرفت على أصدقاء ولعبنا وهزرنا مع بعض، اتعلمت من ذا فويس كيدز إني أغني مع أصحابي اللي هو من فريق تامر، وأغني مع أي صحاب على المسرح وأحفظ معاهم الأغنية، وأحلى حاجة إن تامر هو اللي بيدرب. أنا دلوقتي بتمرن وبحفظ الأغنية بتاعتي بذاكرها، وإن شاء الله أديها حلو وأديها من عندي أنا. باي.